السلام عليكم، عايز اغير روحة القياس للليفل من غير ما اغيرها للمشروع ككل. فاعمل ايه؟ هعمل سيلكت هنا على الليفل دوت، واروح داخل على التايب، هلاقي هنا السيمبلز اللي انا عايزه، اخده كوبي واروح رايح هنا للبروجكت براوز للفاميليز، واروح قايل له سيرش واديله الفاميلي ديت واقول له نيكست. جاب لي الفاميلي، هدوس عليها رايت كليك واقول له اديت. بعد كده هعلم على الاليفيشن وادخل في البروبراتيس واقول له ايديت تايب، لا ادخل على ليبل، هعلم على الاليفيشن واروح قايل له هنا ايديت بارامتر يونت فورمات. هنا بستخدم البروجكت سيتنج العاديه، هقول له لا انا عايز اغيرها، واقول له مثلا خليها لي بالسنتيمتر. اوكي لود انت بروجكت اند كلوز نو. فاتغيرت هيت بقت بالسنتيمتر. ولو رحت لليو ان هتلاقي لسه بالمليمتر.